ماتش الاهلي والاسماعيلي النهارده 3-1، نادي الاهلي عامل مباراه جيده. اكيد ده ما فيش شك يا كابتن. يمكن لما هنتكلم قبل المباراه كانت كفه النادي الاهلي هي الارجح لاساليب كتير او لاسباب كتير الفتره الاخيره، او الاستقرار الفني اللي موجود عند النادي الاهلي، مفاتيح اللعب اللي زي ما بنتكلم دايما ان هي مفوقه النادي الاهلي، وكان اهمهم بيرسي تاو وحسين الشحات وتالقهم على مدار تاني سنه على التوالي. ده حاجه مش جديده على النادي الاهلي، وده اللي بيرجح كفه النادي الاهلي دايما بذكاء الرجل وكيفيه تعامله مع المباريات، مع عملية التدوير اللي الراجل بيعملها حتى في التغييرات، مع سيستم اللعب اللي الراجل حاطه ان اي حد لما بيشارك بيأدي بنفس الاداء، مع نزول رضا سليم وطاهر والتغييرات اللي حصلت اضافت لخط هجوم النادي الاهلي. عشان كده دايما كفة النادي الاهلي هي الارجح في المكسب وفرض اسلوب اللعب. اكيد ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال ومستر مارسيل كولر، مباراة كانت رائعة الحقيقة من على الخطوط، كيف تابعت هذه المباراة؟ اكيد ده لا يقلل طبعا كابتن ايهاب جلال مدرب كبير. اعتقد ان الظروف اللي في نادي الاسماعيلي الفتره الاخيره، بالعكس انا شايف انهم عملوا ماتش جيد النهارده، عملوا ماتش جيد وفي عناصر جيده في نادي الاسماعيلي، لكن مع الوقت اسلوب الكابتن ايهاب جلال هيبان مع نادي الاسماعيلي، مع طريقه اللعب اللعيبه. كابتن ايهاب حتى من المدربين اللي بتقدر تحفظ اللعيبه، ليه سيستم لعب واداء لعب. اتمنى له التوفيق مع النادي الاسماعيلي، لكن دايما لما هتكلم اي فريق هيواجه النادي الاهلي هيواجه صعوبات لكثره مفاتيح اللعب اللي موجوده داخل النادي الاهلي. ما تفتحش اللعب، انا وجهه نظري دايما عايز اللعب ما تفتحش اللعب، ما ينفعش تفتح اللعب مع النادي الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام، انت بتتكلم في 7 مفاتيح لعب داخل النادي الاهلي ممكن تسميهم بالاسماء، والنهارده بتشوف كوكا ممكن بيلعب رقم 6 وبيعمل ثرو، انا بشوف انه ولا اروع لحسين الشحات. فده حاجه بتضيف حتى للنادي الاهلي ان انت يبقى عندك ديفندر او عندك لعيب رقم 6 بيقدر يعمل ثروهات ويوصل حتى الهافات اللي عندك او الفرود اللي عندك، دي حاجه بتضيف حتى لكولر وللعيبه اللي معاه. النهارده بما اننا بنتكلم عن المنتخب واحمد حسن كوكا، احمد حسن كوكا عامل مباراه جيده جدا النهارده يا احمد، في ظل ان انت يعني هو الحقيقه عامل الكام باص النهارده انا شايفهم رائعين، في ظل الـ التغيرات اللي دايما بتحصل، سواء يعني احنا النهارده متوقعين مروان عطيه في جانب احمد حسن كوكا، اليو ديانج بيؤدي، اليو ديانج فوكينا بيؤدي بسم الله ما شاء الله بشكل جيد جدا. اكيد يا كابتن، دايما ده اللي معودنا عليه الراجل ان هو لما بيلعب حته عمليه التدوير اللي ذكرتها لحضرتك، يعني ما حدش كان في دماغه النهارده ان هو ان احمد حسن كوكا هيلعب. بص يا كابتن، انت لما توصل لمرحله مع مدير فني ان اي حد يلعب يتالق، دي بترجع للراجل وطريقه لعبه واسلوب لعبه، زائد ان اللعيبه بقى عندها خبرات ان هي تقدر تساعده بشكل كبير جدا على تنفيذ تعليماته او تنفيذ طرق اللعب اللي بيلعب بيها. ودي المرحله اللي وصل لها النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه دي، يمكن كان من ابرزهم كوكا. اعتقد ان هو بقى من اهم اللعيبه في نص الملعب، بيضيف لنص الملعب، وكل ده كل اللي بنشوفه ده في مصلحه النادي وفي مصلحه الفرقه، ان يبقى عندك في كل مركز 2 أو 3 لعيبه بيقدم نفس الاداء بيقدم نفس المستوى. فاعتقد ان كل ده في مصلحه النادي الاهلي، وزائد ان اللعيبه دي بقى خلاص بقت متمرسه بشكل كبير جدا على طريقه لعب الراجل، وبتضيف بتنزل تضيف حتى في غياب مروان او غياب اليو ديانج لاي سبب من الاسباب، لا كوكا بينزل يأدي، ممكن قفشه بينزل في المكان ده برده بيأدي، طاهر بينزل بيضيف. فاعتقد ان كل الاسباب دي هترجح كفه النادي الاهلي وتقدر تساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هو ينجح. اكيد جون حلو قوي يا احمد اللي احنا شايفينه ده،